مرحبا أحبائي الصغار، اليوم سوف نتعرف معا على بعض الأعمال التي يقوم بها رامي. أستيقظ باكرا، أغسل وجهي جيدا بعد أن أضع الصابون، أنظف أسناني بعد أن أضع المعجون، أتناول فطوري بعد أن أغسل يدي، أرتدي ثيابي، أنتعل حذائي بعد أن ألبس جواربي، أحمل حقيبتي ثم أذهب إلى المدرسة، أقوم بواجباتي المدرسية بعد العودة من المدرسة، ألعب بألعابي بعد الانتهاء من واجب. قبل البدء بالطعام أقول بسم الله، قبل تناول الطعام أغسل يدي بالماء والصابون، قبل أن أذهب إلى سريري ألبس ثياب النوم. إلى اللقاء أحبائي الصغار.